ساعات ثقيلة وعصيبة تمر على المغرب الذي لا يزال يحاول الاستفاقة من الصدمة التي خلفها الزلزال الأكثر دموية ودمارا منذ أكثر من نصف قرن. سباق مع الزمن تخوضه السلطات المغربية للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المهدمة بالمدن التي ضربها الزلزال، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا بعد تخطيهم حاجز 2000 قتيل. ولليوم الثاني افترشت عشرات العائلات في العراء في مراكش خوفا من تهدم منازلهم المتصدعة التي ملأت جدرانها شقوق بفعل الزلزال. حالة من الذعر وعدم اليقين تسيطر على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق مركز الزلزال، مما دفعهم إلى عدم الشعور بالأمان إزاء العودة إلى منازلهم. أنا مشيت درت إطلالة على الدار، لقيت شقوق في الجدران، ما يمكنليش نمشي للدار. السلطات تعاوني وتصيفط ليا خبرة للدار يعينوا ليا الدار، واش ممكن نعاود نرجع للدار ولا لا؟ إلا كانت كتشكل خطورة ما رجعش للدار. هول الزلزال في المغرب خلف صدمة ورعبا امتد إلى مدن عدة، لكن الصدمة كانت أكبر في نفوس سكان المناطق المنكوبة القريبة من بؤرته، لا سيما في إقليم الحوز الذي يضم العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس. قرية مولاي إبراهيم في الإقليم اتشحت بالسواد، وانشغل أهلها بحفر القبور لدفن جثامين أحبائهم وسط التلال. وفي استجابة سريعة لحجم الضرر الذي لحق بإقليم الحوز، وجه ملك المغرب السلطات بسرعة الدفع بوسائل دعم بشرية ولوجستية ووحدات تدخل متخصصة وفرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميدانية. أعلام منكسة وحداد وطني اكتست به المملكة المغربية حزنا على ضحايا الفاجعة الكبرى التي خلفت آلاف القتلى والمصابين، بينما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض. أصوات الدعاء ضجت من داخل مساجد المغرب والساحات ترحما على الضحايا بجميع أنحاء المملكة. ووسط تلك المشاعر الحزينة باتت جميع المستشفيات في حالة تعبئة، كما تتشارك كل الجهات الحكومية مع عناصر الجيش المغربي في أعمال البحث والإنقاذ رغم الصعوبات، لا سيما في المناطق الجبلية الأكثر تأثرا بكارثة الزلزال.